بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء سعيد للجميع إن شاء الله. إحنا في المحاضرة السابقة قد أكملنا جميع القواعد الخاصة في السربان الياباني الخاصة بالجمع والطرح، يعني بعد إحنا ما عندنا قواعد. المفروض يعني اللي يكمل هذه القواعد قادر عن يحل أي مسألة مهما كان عدد طوابقها، مهما كان عدد أعدادها في الطابق الواحد. اليوم إن شاء الله راح نحل مزيد من الأسئلة الخاصة في الجمع والطرح حتى ندخل يعني إلى الضرب والقسمة بأريحية تامة، لأن الضرب والقسمة جدا بسيط لكن يعتمد اعتماد مباشر على إتقانك عمليات الجمع والطرح على السربان. وأنا مثل ما قلت من البداية، يعني كل قواعد ناخذها من البداية إلى النهاية راح نستخدمها يوما ما أو في حل مسألة معينة. ذلك قواعد السربان الياباني هي يعني مرتبطة بعضها بالبعض، والذي يكون قوي بالسربان الياباني لازم يتقن جميع العمليات الخاصة، وكذلك يعني القواعد الخاصة في الجمع والطرح جدا مهمة. وقلنا هذا يعني الجمع والطرح هو ليس يعني القواعد مالته ليست للحفظ، لكن من خلال حل التمارين الشاملة راح يكون عندك يعني قوة هائلة في استذكار القواعد متى ما احتاجيتها. الآن نجي للتمرينات الشاملة لعمليات الجمع والطرح. في صفحة 55 راح نحل مجموعة من التمارين ذات رقم واحد، بعدين نحل تمارين ذات رقمين، وبعدين نحل تمارين ذات 3 أرقام، وفي نهاية المحاضرة راح ناخذ إن شاء الله جمع وطرح الأعداد العشرية اللي هي جدا بسيطة، وأيضا تعتمد على إتقانك عمليات الجمع والطرح على السربان. أنا تعمدت يعني هنا في الكتاب أعطيكم كم هائل من التمارين الشاملة لعمليات الجمع والطرح، كذلك الأجوبة موجودة حتى تتدرب عليهن، وأعطيتكم أيضا وقت 2 أو 3 أيام حتى تكونون أقوى وأقوى إن شاء الله. نجي نحل أول سؤال، وأيضا ناخذ أسئلتكم إذا واحد يعني بدأ يحل هذه التمارين ولقى أكو صعوبة في حلها مثلا، أو تمرين ما عرف يحله حتى نحله سوية. راح ناخذ هذا السؤال، أريدكم تحلون وياي وتشيكون، يعني هي الإجابة موجودة لكن حتى إحنا نشيك سوا. السؤال هو 4 + 1 + 7 + 4. طريقة الحل، طريقة الحل شلون راح تكون؟ اللي تعودناها في كل المحاضرات ناخذ نفس طريقة الحل اللي نتبعها في كل محاضرة. تجي هنا تشوف عندي 4، هاي 4 موجود عندي، نعم موجودة 4. لاحظ الآن ننزل للطابق اللي وراه وننتبه للإشارة هنا، هل هي جمع أو طرح؟ ضروري جدا ننتبه للإشارة. فنشوف هنا عندي واحد موجود وين؟ في عمود الآحاد. هذا الواحد في عمود الآحاد موجود أو ما موجود؟ أريد أزود واحد، ما موجود. إذن الواحد هو يعني أنا أيضا بالبيج فريند عندي زائد واحد، تمام؟ فمو رأسا تروح للبيج فريند، لا تقول هذا البيج فريند، ما نروح للسمول فريند الواحد، وأيضا من أصدقاء الرقم 5. فهنا نشوف الخمسة تفيدني أو ما تفيدني. يعني هسه حاليا مثل ما قلت قاعد أبرمج الدماغ، يعني ما حل يعني ببطء، لا احنا قاعد حاليا نتدرب، بعدين من نحل مزيد من التمارين لا راح نحل بسرعه. فهنا الاربعه يفيدني او ما يفيدني؟ نعم يفيدني. فانا اتذكر قاعده زائد واحد تساوي زائد خمسه ناقص اربعه، زائد واحد يساوي زائد خمسه ناقص اربعه. اذا تخلصت من هذا الطابق، فاجي للطابق اللي وراه. نجي للطابق اللي وراء اللي هو عندي هنا +7. لاحظ +7 هاي وين موقعها؟ في عمود الآحاد. عندي +7 ما عندي +7، إذن أروح للخمسة ما تفيدني أيضا لأن هي نازلة. فنجي للبيك فريند هنا إشارته جمع السبعة. فالآن مثل ما قلنا إحنا عندي +7، هاي السبعة وين موقعها؟ في عمود الآحاد. +7 لو نجي للمعادلة مالتها نستذكرها، أنا اللي أعرف أن +7 تساوي، قلنا إحنا يصعد العشرة وأنزل الفرق، يعني الحاجة أنا أبي عنها الآن بسبعة، فراح ينطيني 10 أرجع له 3. إذن +7 يساوي +10، هذه القاعدة مالتها، وأنا أصلا مو للحفظ مثل ما قلنا لكن حتى نستذكرها، ناقص
ثلاثة ناقص ثلاثة، إذن زائد 10 ناقص 3. الآن إحنا في مرحلة برمجة الدماغ، إذن زائد 10 ناقص 3، زائد 10 ناقص 3، ناقص 3 هنا ما عندي، فأرجع أجي للدماغ مالتي يقول لي يابا ناقص 3 إحنا ماخذينها سابقا، ناقص 3 تساوي ناقص 5 زائد 2. لاحظ الآن الدماغ مالتك انت مبرمجه، فقال ترجع لك الخوارزميه اللي انت برمجت عليها مباشره يعطيك اياها. فلاحظ انا القواعد شلون اتداخلت عندي، زائد 7 ما لها مكان، فرحت للبيج فريند هنا 10 انطاني 10 وفق قاعده هاي طبق الزائد 7 زائد 10 ناقص 3، جيت انقص 3 من عمود الاحاد ما عندي ناقص 3، فرجع الخوارزمية مال عقلي قالت لي ناقص 3 هي من سمول فريند السالب وتساوي ناقص 5 زائد 2. هذه المعادلات أنا ما أريدكم تحفظونها، تمام؟ إحنا هذه المعادلات ما نحفظها، لكن إحنا من خلال التدريب المستمر راح تكون عندنا قابلية لاسترداد القواعد متى ما احتاجيناها. زين، نجي للطابق اللي وراه زائد 4. لا مو رأسا تروح للخمسة، شوف زائد 4 وتروح للبيج فريند، شوف تلقاها بالجمع البسيط أو ما تلقاها، يعني الرقم اللي عندك تلقاه أو ما تلقاه، فزائد 4 نعم موجودة، هاي زائد 4 يساوي نعم. هنا صار عندي دقيقة خلل، أعتقد ما نزلت 2، هنا عندي 4 زائد 1 زائد 1 يساوي زائد 5 ناقص 4، هنا عندي زائد 7 زائد 10 ناقص 3، ناقص 3 قلنا ناقص 5 زائد 2 اللي هي هاي يعني ما نزلتها، زائد 4 نسيت انا. لاحظ احنا لازم ننتبه، راح احل المثال من جديد، لازم ننتبه لان اخذني الشرح ونسيت انزل الاثنين. هنا عندي 4 هاي 4 زائد 1 ما عندي زائد 1 قلنا زائد 5 ناقص 4 زائد 7 هاي المعادلة زائد 10 ناقص 3، ناقص 3 ما عندي يساوي ناقص 5 زائد 2 زائد 4 زائد 4 أيضا ما عندي. لاحظ فأستذكر زائد 4 وفق القاعدة مال زائد 4، إذا ما عندي زائد 4 ايش أسوي؟ زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1، هذه القاعدة مال زائد 4، إذا زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1، ويكون الناتج 16. لاحظ هنا عندي 16. نحل المثال اللي وراه، نعم ممتاز إجابتكم صحيحة، يحتاج تركيز. نحل المثال اللي وراه حتى بعدين ناخذ رقمين برقمين. عند المثال اللي وراه 5 زائد 9، 5 زائد 9 ناقص 1 زائد 9. أيضا عندي مثال متكون من 4 طوابق، رقم 1 في كل طابق، نجي نحل 5، هاي 5 موجودة عندي، زائد 9 لاحظ زائد 9 موجودة في عمود الآحاد ما عندي، فزائد 9 الخوارزمية مالتها والقاعدة شو تقول؟ زائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1. فهاي عندي زائد 9 وين موقعها؟ في عمود الآحاد. زين عندي زائد 9 ما عندي زائد 9، إذا أنا الحاجة ما تبيها ب9 فراح ينطيني 10، رجع له 1 وفق هذه القاعدة زائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1، وهذه القاعدة أيضا ليست للحفظ، إذا زائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1، ناقص 1 عندي أو ما عندي؟ ما عندي، فأطبق السمول فريند مال الناقص 1، ناقص 1
يساوي ناقص 5 زائد 4، فناقص 1. يعني أنا بعدين في هذه المعادلة، أنا طبقت هذه المعادلة، لكن صارت الأمور عندي هنا شوية في ناقص 1. ناقص 1 ما إلى مكان، فناقص 1 يساوي ناقص 5 زائد 4، تمام. بعدين نجي إلى ناقص 1، هذا ناقص 1 عندي أو ما عندي؟ نعم عندي. زين، زائد 9، زائد 9 في عمود الآحاد ما عندي، فزائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1، إذن الناتج يساوي 22. ممتاز، أحسنتم، الناتج 22. هذا فيما يخص يعني الجمع والطرح في هاي الأجوبة موجودة. الآن إذا عندي رقمين، عندي صفحة 60، لأن هاي كلها رقم واحد، فنفس الشيء ما يطبق على الآحاد من قواعد يطبق على بقية الأعمدة. ناخذ السؤال الأول في صفحة 60، واللي الإجابة مالته هي 69. خلينا نشوف والله. سبعة وثلاثين زائد 49 ناقص 24. ما تحل مزيد من التمارين راح يصير عندك قوة أكثر وأكثر في عمليات الجمع والطرح على السوربان. السر يكمن في إتقان السوربان. السر دائما أنا أقول إنه في كثرة التدريب، يعني ما تتدرب أكثر، حتى الأطفال يعني اللي يريد يكون قوي بالحساب الذهني وبطل لازم يتدرب كثيرا. هنا عندي 37، نشوف عندي أو ما عندي. عندي بالبداية 37. مثل ما قلنا نجي طابق طابق، ننزل هذا الطابق ونشوف شنو الإشارة مالته، هل هي جمع أو طرح؟ إذا هي جمع، فأزود 9 في الآحاد. هنا عندي 9 أو ما عندي 9؟ ما عندي 9، فزائد 9 شو يساوي؟ زائد 10 ناقص 1. زين، زائد 4 في عمود العشرات، زائد 4 عندي أو ما عندي؟ ما عندي، فأنا برمج عقلي مسبقا يقول لي زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1. زين، ننزل للطابق الوراء، عمارة عندي، هنا عندي ناقص 24. ناقص 24، فأجي إلى إشارة الطرح. هاي إشارة الطرح هي داخلة على العدد كله، داخلة على العدد كله. يعني بعض الأطفال هي يسوي نقص 2 في العشرات ويزود 4 في الآحاد، لا، لازم ننبههم بأن هي هاي داخلة على العدد كله. فهنا عندي ناقص 4، ناقص 4 في عمود، وين صايرة؟ في عمود الآحاد. ناقص 4 عندي أو ما عندي؟ ما عندي، فأنا اللي أعرفه ناقص 4 تساوي ناقص 5 زائد 1، ناقص 5 زائد 1. ناقص 2 في عمود العشرات عندي، تمام. نجي إلى زائد 7، زائد 7، زائد 7، فنباوع على عمود الآحاد عندي أو ما عندي؟ نقدر نطلعها بالجمع البسيط أو ما نقدر؟ نعم نقدر، إذن هاي عندي زائد 7، فالناتج هو 69. إذن الحل صحيح، الناتج هو 69. نعم ممتاز، أحسنتم، الناتج هو 69. ناخذ مثال آخر. نعم، ف اللي يدخل دورة مال سوربان وما يحل المزيد من التمارين، يعني أنت لازم تساعد نفسك تحل مزيد من التمارين. إحنا أخذنا القواعد ولازم برمج يعني حققت عليها، ف يعني بعض اللي يسألون ذكرني في نكتة قبل، يعني واحد قالهم أنا والله صار عمري، فيدخلون يعني دورات ويقول لي أنا ما أتقنت السوربان دورات، أنت حليت التمارين؟ قال لا. زين، القواعد اللي نعطيها قاعد تراجعها؟ قال لا. يعني شلون؟
فمثل واحد يعني مشترك بقاعة حديد، فقال أنا صار لي شهر وما ضعفت. قال أنت مشترك بالقاعة؟ قال لي أي مشترك. قال كم مرة تجي بالأسبوع؟ قال شو إحنا لازم نشترك، لازم نجي يعني لو بس نشترك غير تجي. فهاي نفس الشيء، لازم تتدرب حتى تتقن القواعد بشكل جيد. اللي ما يتدرب صعب حقيقة، أنا أقول لكم. حتى لو تتدرب نصف ساعة في اليوم، ما أريد منك أكثر، نصف ساعة في اليوم، حتى لو تحل 5 معادلات في اليوم. المهم تكون التدريب مستمر حتى تستذكر القواعد. زين. ناخذ السؤال اللي وراه السؤال الثاني. هنا عندي 68. ناقص 46 زائد 27 زائد 69. ثمانية وستين ناقص 46 زائد 27 زائد 69. فعندي هنا 68، هاي 68 ناقص 46. دائما ننتبه للإشارة، فنقص 6 في عمود الآحاد. نقدر نطلعها بالطرح البسيط؟ نعم نقدر. هاي 6 ناقص 6 ناقص 4 في عمود العشرات. ناقص 4 يا عقلي عندي او ما عندي؟ فانا سبق وان برمجت قلت له ناقص 4 تساوي، قال لي ناقص 5 زائد 1. ناقص 4 ناقص 5 زائد 1. لاحظ هذا الكلام اللي يتكلم انا قبل من حكينا احنا برمجه الدماغ، وكنا نحل بطيء ونقول هاي ناقص 4 هو عدوها الواحد وصديقها الخمسه، لكن بما انه اشارتها سالبه فالعدو مالها راح يتقوى عليها الواحد فيصعد ويطرد الخمسة، وما نطبقه في الآحاد نقدر نطبقه في بقية الأعمدة. فهاي هي برمجة الدماغ السابقة اللي تبرمج عليها، حاليا يعطيك الجواب في أقل جزء من الثانية. زين، زائد 27، أنا عندي زائد 7 في عمود الآحاد، عندي أو ما عندي؟ عندي. هاي زائد 7 وزائد 2 في عمود العشرات. طبعا اقول زائد 2 هي مو 2 هنا، زائد 20، لكن مع الحفاظ على المرتبه الرياضيه للعمود هاي زائد 2. تمام. الان عندي زائد 69 زائد 9 زائد 9 هنا عندي، لا زائد 9 هنا ما عندي، فزائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1. فاجي ازود 10 هنا، اي ازود 1 زائد 1، فما عندي. تمام. فانت نشرح هذه الملاحظة جدا مهمة. فتقول زائد 9 زائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1. خلنا نخليها هنا يمها زائد 9، أو هنا على مود نشتغل بعد عندنا معادلات مشتقة منها. زائد 9 فجيت عندك زائد 9 تريد تطبق لها، هنا زائد 9 موجودة، هنا زائد 9 زائد 10 ناقص 1. فهاي الزائد 10 ما موجودة عندي هنا، كأنما زائد 1 في عمود، احنا مو قلنا مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود. فأكتب المعادلة مالته هنا زائد 10 اللي هي زائد 1 في عمود العشرات. شو يساوي زائد 1؟ ما عندي زائد 5 ناقص 4. تمام. ولا ننسى الناقص 1 مال المعادلة، هاي الناقص 1 مال المعادلة. زين أعيد أشرحها، هاي عندي زائد 10 ما كان عندي زائد 10 هنا، فساوي زائد 5 ناقص 4، وناقص 1 أنقصها 1 هنا في عمود الآحاد مال المعادلة. زين الآن عندي زائد 6، زائد 6 في عمود العشرات ما عندي، تساوي زائد 10 ناقص 4. ناقص 4 شو يساوي؟ ناقص 5 زائد 1. إذن الناتج هو 118. فالسربان يعني احنا قاعدين نحل مثل الحزورات،
حقيقة عندي أو ما عندي، إذا ما عندي إيش أسوي؟ هو هذا يعني المبدأ والفكر مال السوربان في تطوير القدرات العقلية مع يعني الأطفال. زين، يعني بعض الأطفال يوصل حتى يحلى هاي ذهنيا يعني بدون استخدام المعدات، إذا وصل يعني المستوى الثاني أو الثالث يقدر يحلها بسهولة، لكن من خلال إحنا حاليا كمدربين نريد نتقن القواعد، نريد نعرف شلون الحل، بس الأطفال لا يوصلون لهذه المرحلة بالتدريج ويقدرون يحلون أي معادلة وفق الكتب مالتهم. زين، آخر سؤال، آخر سؤال الثالث، 81. ممتازة، إجاباتكم جدا ممتازة، 81. ويقدر يعني واحد إذا يراجع المحاضرة مرة ثانية مثلا حتى يشوف شلون الحل مالته. اللي ما عنده إتقان لقواعد الجمع والطرح صعب راح يعني يطبق عمليات الضرب والقسمة. نجي نحل هذا السؤال، راح أحله بشكل سريع يعني دون شرح في هذه الجهة يعني القواعد مالتنا. 81 ننزل اللي وراها زائد 71، هاي 1 وزائد 7 زائد 7 تساوي زائد 10 ناقص 3 زائد 95، زائد 5 موجودة عندي، زائد 9 في عمود العشرات ما عندي، زائد 9 تساوي زائد 10 ناقص 1، زائد 10 ناقص 1 ما عندي، شو يساوي ناقص 1؟ ناقص 5 زائد 4 زائد 36 زائد 6 في عمود الآحاد عندي أو ما عندي؟ ما عندي، زائد 6 تساوي زائد 6 تساوي زائد 10 ناقص 4 زائد 10 شو يساوي؟ زائد 5 ناقص 4، وهنا عندي أيضا ناقص 4، ناقص 4 يساوي ناقص 5 زائد 1 وزائد 3 في عمود العشرات، فالناتج يساوي عندي 283. 283 يعني هذا المثال، هذا المثال اللي يعرف يحله حاليا بدون مشاكل. هذا المثال يعني أقول له أنت أتقنت عمليات الجمع والطرح 100% بعد يعني ما تحتاج هذا المثال. شوف لاحظ كم عملية بي احنا هسه سوينا الفكرية هذا المثال إذا تحله حاليا بدون أي مشاكل، يعني ما طلع رسم طلع عندك الناتج 283، ارجع حله مرة ثانية، ارجع حله مرة ثانية، لأن هذا السؤال هو تقريبا يعني أصعب سؤال في عمليات الجمع والطرح على المعدات حاليا اللي أخذناه. لا تتعودون تكتبون يعني باللغة العربية، دائما خلينا نكتب باللغة الإنجليزية. زين، الآن نجي إلى الأعداد المتكونة من ثلاثة أرقام أو أكثر أو عدة طوابق. مهما حتى عندي في صفحة 63 أو 64 مهما يعني زادت عندك الطوابق لا تخاف، أنت حل مجرد يعني شنو عندك تحله، حتى لو عندك 10 طوابق طبق الملاحظات وما يهمك. الآن عندي 498، نجي نحل هذا السؤال. أنا راح أباعد البيانات حتى أشرح براحتي. 498 زائد 623 ناقص 625 حتى انت من تحل هيك شيء خلي يعني السؤال اللي تحله
علي علي خط زائد 521 لاحظ عندي هذا السؤال تكون من أربع طوابق ثلاث أرقام في العمود الواحد أريد يحله في الجمع والطرح. لاحظ هنا إحنا لازم نحل وفق طريقة يعني النطق، يعني نكتب الأعداد على نرسم الأعداد على المعداد بالنسبة إلى النطق. يعني مثلا هسه أنا عندي حتى بالحل فعندي 498 أكتب 400 بعدين 8 تمام وبعدين 90. هذا الشيء الصحيح يعني اللي المفروض احنا نمشي عليه، لكن حاليا احنا نريد نتقن القواعد فراح نحل واحد واحد من جهه الآحاد حتى نتقن القواعد بشكل جيد. راح احل لنا حسب طريقه النطق وراح احل لنا حسب طريقه هاي اللي احنا نستخدمها ونشوف يطلع الناتج نفس الناتج هو يطلع عندك تمام، يعني ما عندي اي مشكله. أنا عندي 498 نكتبها 498 نجي زائد، فعندي هنا قد زائد 3 في عمود الآحاد، ما راح أحلها بطريقة النطق بعدين أحلها، لأن إذا حلها حسب طريقة النطق لازم أحل الستة 600 زائد 600 زائد 600 نفس الحالة عندي هنا، فأجي أحلها زائد 6 هنا في عمود الآحاد المئات زائد 6 شي يساوي زائد 10 ناقص 4 تمام، لكن أنا راح أحلن من الآحاد حتى شوية شوية نتقن القواعد وبعدين أحلن حسب طريقة النطق. زائد 3 زائد 3 موقعها في عمود هذا موقعها عندي زائد 3 ما عندي، فوين أروح؟ أروح للخمسة. الخمسة يفيدني ما يفيدني لأن الجمع مو طرحته يفيدني، ف الثلاثة تجي للبيج فريند اللي معادلتها تساوي اللي يعرفها زائد ثلاثة تساوي زائد عشرة ناقص سبعة، فإجت هنا ما لقيت يعني أي خرزة تساعدها من العشرات، فقلنا في هذه الحالة شو نسوي؟ نفتح عمود العشرات كله قاعدة العمود المغلق. يعني هذا السؤال أيضا اللي يحله يعني في شيء جيد، زائد ثلاثة زائد ثلاثة تساوي زائد عشرة ناقص سبعة، فجيت ازود 10 هنا ما لقيت، فافتح العمود هذا كله وازود ال10 مالتي منها، بتزود ال10 ما لقيت منها، زائد واحد في عمود المئات يعني شو اسوي؟ زائد 5 ناقص 4 ولا ننسى ناقص 7 مال المعادله وهي زائد 10 ناقص 7، فانت شو تسوي اول مره؟ نقص السبعه وبعدين زود ال10 حتى ما تنساها. زين زائد 2 في عمود ال في عمود العشرات هاي زائد 2 موجودة عندي، وزائد 6 في عمود العشرات زائد 6 تساوي زائد 10 ناقص 4 زائد 10 ناقص 4 ناقص 4 شو يساوي؟ ناقص 5 زائد 1. الآن نجي إلى ناقص 625، هنا عندي ناقص 5 في عمود الآحاد، ناقص 5 شو يساوي؟ ناقص 10 زائد 5 ناقص 2 في عمود العشرات، هاي عمود العشرات عندي ناقص 2 ما عندي يساوي ناقص 10 زائد 8 ناقص 10 زائد 8 ناقص 6 في عمود المئات يساوي ناقص 10 زائد 4. زين الآن نجي إلى زائد 521، هنا عندي زائد واحد موجود زائد 2 في عمود العشرات زائد 2 في عمود العشرات ما عندي يساوي زائد 10 ناقص 8، فنقص 8 حتى ما انساها وازود 10 يساوي زائد 5 ناقص 4. زائد 5 في عمود ال مئات يعني زائد 5 اريد ازود 5 هنا في هذا العمود عمود المئات زائد 5 يساوي زائد 10 ناقص 5، اذا الناتج هو 1017 1017 يعني تجيه الرقم رقم وشوف عندي او ما عندي وطبق المعادله مالته، اذا كانت المعادله مالته
موجودة خير على خير، ما كانت لازم أكو معادلة تضيفها حتى تساعدها وهكذا. فأنا هذا مثل ما قلت راح أحل لنا وفق طريقة النطق ونشوف يطلع لنا نفس الناتج 1017 أو ما يطلع لنا، يطلع الناتج نفسه. تمام، أنت هسه شوف من حلينا إحنا هذا 3 أسئلة، بعدين شوف رقم 1 صارت جدا بسيطة عليك، يعني تقدر تحلها، ما تصعب الأمور اللي قبلها تكون أسهل، حتى رقمين صارت أسهل. فهو هذا السوربان، يعني أنت مش ما تتدرب أكثر، اللي قبله يكون عندك أسهل وأسهل. نحل حسب طريقة النطق 498، 498 زائد 600، فأزود 600 أول مرة، حتى لو اختلفت عندك القواعد يعني غير قاعدة تاخذ، لكن يطلع نفس الناتج. زائد 6 هنا المفروض تكون عندي، زائد 600 زائد 10 ناقص 4، وبعدين شنو النطق يجي وراي؟ 623، فأحل الثلاثة زائد 3 زائد 3 شو يساوي؟ عندي أو ما عندي؟ ما عندي. زائد 3 شو يساوي؟ قلنا زائد 10 ناقص 7، فنقص 7 حتى ما ننساه وأجي أزود 10، لقيت هذا العمود مغلق كليا فافتحنه وازود 10 منه. 23 زائد 2 موجوده عندي، ناقص 625، فاجي اول مره انقص 600، وين موقعها؟ هذا ناقص 6، ناقص 6 عندي او ما عندي؟ ما عندي ناقص 6، ناقص 6 يساوي ناقص 10 زائد 4، زائد 4 يساوي زائد 5 ناقص 1، و عندي هنا ناقص 625، فأنقص 5 بعدين أنقص 20، ناقص 5 يساوي ناقص 10 زائد 5، ناقص 20 6، ناقص 625. الآن ناقص 2 هنا عندي في هذا العمود، ناقص 2 يساوي ناقص 10 زائد 8، فأزود 8 حتى ما أنساها وأنقص 10، ناقص 10 يساوي ناقص 5 زائد 4. يجي إلى زائد 521، فأجي أزود 501، أزود واحد هنا لاحظ، و21، هسا أنا زودت 500 وأجي أزود واحد، هذا الواحد وين مكانه؟ في عمود الآحاد، زائد واحد هنا، زائد واحد، زائد 20 زائد 2 هنا يساوي زائد 2 زائد 10 ناقص 8 زائد 2 يساوي زائد 10 ناقص 8. زين، أنا عندي هنا زائد 2، ما عندي، يساوي زائد 2 زائد 10 ناقص 8، فأجي إلى هذا العمود أزود منه 10، أول مرة خلنا نقص 8 تمام، وأزود 2 زائد 10، يعني زائد 10 زائد 10 ناقص 8، فنقص 8 بالبداية حتى ما أنساها وأجي أزود 10، لقينا هذا العمود مغلق كليا وأزود 10 مالت ننفذ، إذا الناتج نفس الشيء طلع عندي 1017. هذه المعادلات الكبيرة، أنت السؤال حله مرة مرتين 3 مرات راح يصير عندك الأمور جدا بسيطة. ناخذ مثال آخر، راح أكتب مثال وأنطي فترة استراحة، فأنتم فترة الاستراحة 5 دقائق جربوا بها وبعدين نرجع إن شاء الله حتى نحله. هذا المثال اللي هو المثال اللي وراء، لا خلنا ناخذ غير مثال شوية أصعب عندي، المثال الرابع 869، هذا زائد 225
زائد 150 زائد 888. هذا المثال. حلو فترة الاستراحة لأن راح ناخذ 5 دقائق ونرجع إن شاء الله. هذا المثال 869 زائد 225 زائد 150 زائد 888. موجود عندكم مثال رقم 4 في صفحة 65. هذا المثال اكتبوه، اللي ما عنده كتبه إن شاء الله 5 دقائق ونرجع نكمل البارت الثاني.